المساواة والمواطنة تشتغل اليوم عن بعد عن طريق الهاتف عن طريق الانترنت. وضعت رهنة إشارة النساء المعنفات منذ بداية الحجر الصحي أي يوم 20 مارس 2020 عدة أرقام هاتفية من أجل اتصال، من أجل استماع، من أجل الدعم النفسي وكذلك الإرشاد والنصيحة القانونية. جمعية تحدي المساواة والمواطنة سجلت عدد كثير من النساء المعنفات طيلة هذه المدة، أي فقط شهر وتسجلت أرقام مهولة، أرقام خطيرة جدا مقارنة بالأيام العادية. لكن في الأيام العادية نستقبل بين 3-5-7 حالات في اليوم، اليوم نستقبل 50 مكالمة هاتفية من أقاليم كذلك مختلفة موزعة على كل مناطق المغرب. وهذا هو الخطير جدا، لأن هذا الحجر الصحي كنا نتمنى أن يخلق واحد العلاقة مودة، علاقة حب، علاقة دفء داخل الأسر المغربية، ولكن للأسف الشديد هو كان بعض الأسر اللي خلق لهم أزمة، خلق لهم عنف، خلق لهم شنآن يومي بين الشريكين أي بين الزوج والزوجة. أشكال العنف الممارسة على النساء اليوم في إطار هذا الحجر الصحي كاين العنف النفسي اللي هو السب، الشتم، الإهانة، وكاين حالات كثيرة اللي يوميا تتهدد بالطرد من بيت زوجية. كاين كذلك العنف الاقتصادي، عدم إنفاق الزوج على الأسرة دياله. كاين العنف الجسدي واللي تتجلى في الضرب. كاين نساء اللي هما كثار اللي استمعنا لهم اللي هما دخلوا في كآبة، في أرق، في حزن بحكم هذا العنف، ولد عندهم تفكير في الانتحار، تفكير في الهروب، بالرغم أن الخوف كذلك من الخروج من بيت زوجية، لأنهم تلقوا رأسهم أنهم أمام واحد الوباء اللي ممكن كذلك يصيبهم. إذن في آخر المطاف هما بين النارين، نار العنف ونار الوباء. حماية نساء من العنف هو داء أولوية، بان بالملموس اليوم في إطار هذا الحجر الصحي أن النساء تعاني في صمت. هناك العديد والعديد من النساء اللي ما تصلوش بينا وما تصلوش بجمعيات أخرى، لأن ما عندهمش إمكانيات مادية، ما عندهمش هواتف من أجل اتصال كذلك، وما عارفينش لاكسي ولا طريقة كيفاش غيوصلوا لجمعيات نسائية من أجل أنهم يوضعوا الشكايات ديالهم. إذن حان الوقت أن الدولة تخلق وتنشأ مراكز في كل المناطق. كاين مراكز في بعض المناطق وما كاينينش في مناطق أخرى. إذن خاصنا مراكز إيواء، خاصنا مراكز استماع، خاصنا مراكز تكوين مهني، ومن أجل أن هذوك النساء يوليوا مستقلات اقتصاديا باش يقدروا يخرجوا من ذلك وضعيات العنف. بالإضافة إلى ذلك هو خاص تسريع في المساطر من أجل الحماية ديال النساء قانونيا، وكذلك خاص ضروري اليوم في هذا إطار هذا الحجر أن الخلايا تساعد وتخدم هاد النساء المعنفات، لأن المرأة باش تخرج معنفة من بيت زوجية ولا مطرودة من بيت زوجية خاص إجراء فوري من أجل الرجوع. كذلك في الوقت اللي تتمارس عليها العنف الجسدي خاص شواهد طبية تعطى لها فورا من أجل أنها تكون دعمها وتلحقها بالشكاية ديالها. بالإضافة إلى ذلك خاص مخافر الشرطة أنها تستمع، والشرطة خاصة تستمع للنساء في هذا الظرف، لأن هذا الظرف صعيب جدا على الكل، ولكن أكثر هو صعيب على الزوجة وعلى الأطفال.